بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين الشامل حول الدوال العددية الذي يحتوي على هذه الدالة الشاملة. قال: نعتبر الدالة F معرفة على R ما عدا الناقص اثنان والناقص واحد. كلمة ناقص اثنان وناقص واحد معناه لو تعوض هنا في المقام نجد صفر، لو نأتي كذلك بالناقص واحد ونعوضه كذلك في المقام نجد صفر، يعني هي قيم ممنوعة، يعني الدالة تصبح عندها غير معرفة. عندنا إذن المنحني سي أو نسمي كذلك سي اف، منحني الممثل للدالة اف في المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. قال: بين أنه من أجل كل، لاحظوا جيدا، بين أنه من أجل كل R ما عدا الناقص 2 والناقص 1 فإن F لـ X تساوي هذه العبارة. لاحظوا جيدا، هذه اسمها F لـ X وهذه العبارة اسمها F لـ X. ما معناه؟ معناها نقوم بتوحيد المقام لهذه العبارة سنجدها هذه العبارة بكل بساطة. إذا ننطلق. إذا نقول: واحد، البرهان أن F لـ X تساوي لنا 3 زائد 1 على X زائد 1 في X زائد 2. هنا قلت أبنائي نقوم بعملية النشر وتوحيد توحيد المقامات والنشر، نتحصل على العبارة الأولى، يعني تصبح هكا، تصبح f ل x تساوي لنا هذا مقامه واحد، كي يصبح مقامه يعني نضربه في هذه القيمة، وهذه القيمة يا أبنائي لو ننشرها هي نفسها المقام، هي نفسها المقام. ننشر x زائد واحد في x زائد 2 نجد x مربع زائد 3 x زائد 2. إذا تصبح مباشرة كما تلاحظون، إذا بعد ما نوحد، عفوا، بعد ما نوحد هكذا المقام تصبح ماذا؟ تصبح 3 في، قلت هذه لما تنشر هي نفسها هذه اللي هي إكس مربع زائد 3 إكس زائد 2 هكذا زائد واحد على المقام اللي هو x مربع زائد 3 x زائد 2. أقوم الآن بعملية النشر، تساوي هكذا، تساوي في المقام اللي هو x مربع زائد 3 x زائد 2 في البس، نقوم بالنشر هكذا. إذا تصبح 3 x مربع، وعندي هذا في هذا يصبح 9 زائد 9 إكس، وعندنا هذا في هذا يعطينا زائد 6 إكس زائد 1، وكما تلاحظون لو نكمل تساوي ماذا؟ نجعل خط الكسر هكذا، كم تساوي؟ تساوي لنا 3 إكس مربع زائد 9 إكس زائد 7 على x مربع زائد 3 x زائد 2. هذه العبارة اللي هي نقول ومنه هكذا، ومنه ها هي العبارة التي وجدناها، هي نفسها أبنائي، هي هذه العبارة بكل بساطة. وهذا السؤال لماذا يطرح يا أبنائي؟ يطرح لحساب، لتسهيل حساب النهايات وتعيين المستقيمات المقاربة. هذا السؤال دائما لما يطرح يطرح الهدف منه المستقيمات المقاربة وتعيين النهايات بطريقة بسيطة فقط. الآن بعد ما قمنا بتعيين عبارة f لx نأتي إلى السؤال الآخر، قال: أحسب النهايات. هنا حساب النهايات أولا، إذا نقول ثانيا حساب النهايات أكيد على أطراف مجموعة التعريف. أولا نقوم بتفكيك هذه العبارة اللي هي R ما عدا الناقص 2 والناقص 1
لو تفكك يا أبنائي، تفكك على الشكل ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 2 مجال مفتوح اتحاد من ناقص 2 إلى الناقص 1، هكذا اتحاد من الناقص 1 إلى غاية الزائد ما لا نهاية. هذا هو، تكتب هذه العبارة على شكل مجال. إذا تكتب هذه العبارة يا أبنائي، هذه على شكل مجال بهذه الصيغة. نبدأ الآن بحساب النهاية. نبدأ بالنهاية الأولى، ها هي أمامكم. نقول ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الناقص ما لا نهاية تساوي. هنا إما نستعمل هذه العبارة أو هذه العبارة، كلها ستوصلكم إلى نفس النتيجة. لو نستعمل العبارة الأولى ماذا تعطي لنا؟ أو نستعمل العبارة الثانية، نستعمل العبارة الأولى والثانية. ليميت عفوا ليميت إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية لكثيرة الحدود على كثير الحدود تساوي نهاية الحد الأعلى درجة على الأعلى درجة. تابعوا جيدا، هذه قاعدة. نختزل هذا مع هذا تعطي لنا كم؟ 2. إذن أعلى درجة عفوا ثلاثة عفوا ثلاثة عفوا نعتذر ثلاثة هكذا. ركزوا معي أرجوكم حتى تعلموا كيفية حساب النهايات. أو نستغل العبارة الثانية، نقول ليميت اف لإكس، هنا الطريقة 1 هنا الطريقة 2، لما إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية تساوي لنا ليميت ماذا؟ ليميت هذه العبارة اللي هي 3 زائد 1 على، تعرفون أبنائي أن هذه لو تنشر هي نفسها هذه العبارة، إكس مربع زائد 3x زائد 2 لما إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية تساوي لنا. هذه معروفة أنها تعطي لكم ماذا؟ ما لا نهاية، تعطي لكم الصفر. 1 على ما لا نهاية صفر، تبقى لكم كم؟ تبقى لنا 3. وبنفس القاعدة هذا الأمر يتكرر أبنائي مع النهاية هنا عند الزائد ما لا نهاية، يعني هكذا هكذا تعطي لكم كذلك 3. عند الزائد ما لا نهاية أعطت 3، وعند الناقص ما لا نهاية أعطت 3. ما هو التفسير البياني لهذه النهاية لما تنطلق من ما لا نهاية وتجد عدد ثابت؟ هنا نقول التفسير البياني، نقول إيجراج يساوي لنا 3 مستقيم مقارب أفقي أو موازي لمحور الفواصل. وهذا هو السؤال الذي طرح بعده، استنتج معادلات المستقيمات المقاربة. إذا هذا هو مستقيم مقارب هنا ب عند الزائد ما لا نهاية، عند الزائد ما لا نهاية وعند الناقص ما لا نهاية. الآن نأتي حساب النهاية عند ماذا؟ الآن عند الأعداد، يعني هنا وهنا وهنا. تابعوا جيدا أبنائي، نقول ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى الناقص 2 بقيم أقل، يعني هنا بقيم أقل تساوي لنا، نعوض تصبح 3، لاحظوا زائد 1 على، هنا نعوض بالناقص 2 كم تعطينا؟ ناقص 2 زائد 1 تعطينا ناقص 1 في ماذا؟ في 0. لا نعوض هنا تعطينا الصفر. إلا أن يا أبنائي تابعوا، هذه في الأصل حالة التعيين، إلا أنه عندنا قاعدة اللي هي ليميت 1 على إكس ناقص زائد 2 لما إكس يؤول إلى الناقص 2 بقيم أقل تعطي لنا ناقص ما لا نهاية. تحدثنا على هذا الأمر في الدروس التي من قبل، تعطينا ناقص ما لا نهاية. إذا وكأنما ماذا؟ لاحظوا جيدا، كأنما الأمر الذي أريد أن أوضحه لكم هو أنه يمكن كتابة هذه العبارة هنا، يمكن كتابة وهي 1 على ناقص 1 في ماذا؟ في هذه العبارة اللي هي هذه النهاية كم أعطت لنا؟ أعطت لنا ناقص ما لا نهاية. ناقص ما لا نهاية في ناقص 1 كم تعطي لكم؟ تعطي لكم زائد ما لا نهاية. أن استغلنا هذه القانون، ها
هذا قانون استقلنا باستغلاله هكذا. الآن فيكم من يقول يا أستاذ لو نستغل العبارة الأولى، لو نأتي إلى العبارة الأولى هل يمكننا حساب النهاية بنفس الطريقة؟ نعم، إلا أنه بالطريقة هنا يعني الطريقة واحد، نكمل مع الاثنان ثم نتحدث عن الطريقة الثانية. ليميت f لx لما x يؤول إلى الناقص 2 بقيم أكبر تعطي لنا 3 زائد 1 على ناقص 1 في هنا عندنا لما تكون بقيم أكبر أبنائي كذلك نهاية تحدثنا عليها تعطي لكم زائد ما لا نهاية، تصبح في زائد ما لا نهاية وتعطي لنا ناقص ما لا نهاية. تفسير بياني هو x يساوي ناقص 2 مستقيم مقارب عمودي. بنفس الطريقة لو نكمل الآن مع الناقص 1 كذلك، بنفس الطريقة لو نكمل مع الناقص 1 ماذا ينتج؟ ينتج لنا ليميت f لx لما x يؤول إلى الناقص 1 أولا بقيم أقل، بقيم أقل يعني في هذه الجهة ماذا تعطي لكم؟ معوض تعطي لنا 3 زائد 1 على 0 في ماذا؟ في 1 على نحن نعوض بنا قلت بالناقص 1 تعطينا على 1 لأن هنا لا تعوض بالناقص 1 تعطيكم ناقص 1 زائد 2 تعطيكم 1، إلا أنه عندنا نهاية شهرة التي هي تقول ليميت 1 على x زائد 1 لما x يؤول إلى الناقص 1 بقيم أقل تعطي لنا ناقص ما لا نهاية. إذا تعطيك لكم كم هنا؟ تعطي لكم في هذا المكان ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية في 1 تعطي لكم ناقص ما لا نهاية. عند بقيم أكبر تعطيكم هكذا أبنائي وتعطي لكم هنا هكذا، تعطي لكم هنا هكذا زائد ما لا نهاية في 1 تعطي لكم زائد ما لا نهاية، يصبح x يساوي ناقص 1 مستقيم مقارب عمودي هكذا. إذا هكذا قمنا بماذا؟ بتعيين النهايات عند أطراف مجموعة التعريف بطريقة بسيطة جدا. الآن التفسير قال استنتج معادلات المستقيمة المقاربة لمنحني سي اف. المستقيمة المقاربة ها هي أمامكم، ها هي واحد، ها هو واحد، اثنان، ثلاثة، يوجد لنا ثلاث مستقيمات مقاربة في هذا التمرين. الآن قلت لو نتحدث عن طريقة ثانية لحساب النهاية عند الناقص واحد وواحد دون يعني حتى يكون التمرين شامل أبنائي، يعني دون أن نتطرق إلى هذه العبارة، يعني من خلال العبارة الأولى هي هذه العبارة الدالة الأولى، تابعوا. إذا عبارة الدالة الأولى لو نأتي إليها نقوم بتعيين ماذا؟ جدول إشارة للمقام، لأن الإشكال دائما أبنائي يحدث في ماذا؟ يحدث في المقام. إذا ركزوا معي فقط، عفوا، هكذا نأتي إلى المقام ونعين له جدول إشارة فقط. هنا نقول x من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، المقام ها هو أمامكم اللي هو x مربع زائد 3x زائد 2، انعدمت العبارة عند الناقص 2 والناقص 1 هكذا. هنا الـ a ها هو الـ a 1 اللي هو زائد، يعني هنا النفس نفس وهنا عكس، تابعوا أرجوكم أبنائي تتعلموا هكذا. الآن نبدأ ونقول ليميت هنا يعني ليميت f لx لما x يؤول إلى الناقص 2 بقيم أقل تساوي، هنا في البسط نعوض مباشرة بالناقص 2، كم تعطي لنا؟ تعطي لنا 3 في ناقص 2 مربع زائد 9 في ناقص 2 زائد 7، وفي المقام تعطي لنا أكيد 0، تابعوا أرجوكم حتى تعلموا، تعطي لكم هنا 12 ناقص 18 زائد 7 على تابعوا على 0، ركزوا معي، عندي هذا مع هذا كم يعطي لنا؟ يعطي لنا 19، قلت 19 ناقص 1 يعطي لنا ناقص 18 تعطي لنا هكذا 1، إلا أن نركزوا بقيم أقل ها هي الناقص 2 بقيم أقل، يعني في هذه الجهة ماذا أعطيت لكم؟ أعطيت لنا زائد، وكأنما هذه العبارة تصبح هكذا 0 زائد فقط،
أو يمكن أن نكتب كذلك أن نقول هذه العبارة يا أبنائي تكون أكبر من الصفر في المجال هذا فقط. كلمة أكبر من الصفر يعني تعطيك صفر زائد، ومباشرة تعطينا هنا الزائد ما لا نهاية بأبسط الطرق يعني. الآن بقيم أكبر هنا يعني نغير فقط هنا في هنا في هذا المكان، هنا ماذا عندنا؟ ناقص، يعني تصبح صفر ناقص، وهنا ناقص، وهنا ناقص. واحد على قيمة واحد على صفر ناقص هو ناقص ما لا نهاية بأبسط الطرق. الآن نأتي عند ماذا؟ نحسب عند الواحد، نقول كذلك، ركزوا معي يا أبنائي لأن الأمر كذلك بسيط جدا. هذه طريقة ثانية، نقول ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى الناقص واحد بقيمة أقل تساوي أولا في البسط نعوض، تعطي لنا ثلاثة في ناقص واحد مربع زائد تسعة في ناقص واحد زائد سبعة على المقام، أكيد يعطي لكم الصفر، يصبح كم؟ ثلاثة ناقص تسعة زائد سبعة على صفر. هذا مع هذا كم؟ عشرة، عشرة ناقص تسعة تعطيكم واحد على صفر. إلا أن نركز أبنائي بقيم، ها هو الناقص واحد بقيم أصغر بهذه الجهة يعني، لأن هكذا الأكبر وهكذا الأصغر. أصغر أعطت لنا ناقص، هكذا 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 تعطي لكم واحد على صفر وما لا نهاية، ناقص تصبح الناقص في زائد، هذا الزائد تعطي لكم ناقص ما لا نهاية. الآن عند الزائد ما لا نهاية بكل بقيم أكبر هكذا وهكذا 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 تعطيكم واحد، تعطيكم بكل بساطة هكذا. إذا ماذا يمكن أن نقول؟ يمكن أن نقول إكس يساوي الناقص واحد مستقيم مقارب عمودي، وإكس يساوي الناقص اثنان مستقيم مقارب عمودي. هكذا استنتجنا نهاية بعدة طرق. الآن ها قد قمنا بدراسة هذا المثال، نأتي الآن إلى الأسئلة الأخرى. إذا استنتاج معادلة أتمية الأمر، نأتي إلى السؤال الآخر. قال دي، ركزوا الآن، نأتي إلى السؤال الرابع. قال دي مستقيم معادلته، أدرس وضعية، يعني نحن تحدثنا عن المستقيم أنه هذا مستقيم مقارب في النهايات تحدثنا عليه. الآن نقول دراسة وضعية سي بالنسبة إلى دي، حيث هذا الدي هو هذا المستقيم. دراسة الوضعية ماذا يمكن أن نقول؟ نقول هي، ما هي؟ هي إشارة الفرق. إشارة الفرق بين ماذا؟ إشارة الفرق بين اف لإكس ناقص إيكغريك. إذن إشارة، قلت الفرق، الفرق هو ماذا؟ هو اف لإكس، ها هي العبارة اللي هي ثلاثة زائد واحد على إكس زائد واحد في إكس زائد اثنان ناقص إيكغريك اللي هو الثلاثة. تذهب هذه مع هذه تصبح هكذا. الآن بقيت لنا معنى إشارة من إشارة هذه العبارة. هذا البسط كيف هو؟ هو موجب. إذا فإن إشارة هذه العبارة من إشارة المقام. المقام نقوم بتعيين جدول الإشارة مثل ما تحدثنا من قبل. لاحظوا فقط هكذا، نقوم بتعيين جدول الإشارة بطريقة بسيطة، إلا أنه عليكم بالمتابعة معي جيدا. هنا نقول إكس، إذا هنا قلت نقول إكس من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية. عند العبارة المقام ما هي؟ هي إكس، هذه العبارة قلت هي نفسها العبارة الأولى اللي هي إكس مربع زائد ثلاثة إكس زائد اثنان بعملية بعد عملية النشر. قلنا تنعدم عند ماذا؟ عند هذه العبارة تنعدم عند الناقص واحد، عند الناقص اثنان هذه، وهذا عند، وهذا عند الناقص واحد. نجعل هكذا بهذه البساطة، تابعوا أرجوكم هكذا. ثم هنا نكتب العبارة كاملة هكذا، ركزوا معي، إكس زائد واحد في إكس زائد اثنان، ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا هذه الأمور الهامة جدا. هنا الدالة تصبح غير معرفة عند الناقص اثنان،
وهنا كذلك لأن هذه قيمة هكذا، هنا نجعلها مثلها هكذا لأنها غير معرفة، وهنا نكتب كلمة الوضعية. هنا عندنا بما أنها معادلة من الدرجة الثانية معنى هنا زائد زائد وهنا ناقص، تبقى هنا نفسها لأن هذا موجب لا يؤثر أصلا، تصبح زائد ناقص زائد، لو كان الناقص هنا احذر ويقلب كل الإشارات. هنا ماذا نقول؟ بما أن هنا كلمة زائد يا أبنائي معنى أن نقول سي يقع فوق دالتا، هنا سي يقع تحت دالتا، هنا سي يقع بكل بساطة فوق ليس الدالتا عفوا وإنما الدي عفوا، يعني تحدث هذه الأمور دي لأن المستقيم سمي دي عفوا، وهنا دي، ها هي الوضعية. كلمة زائد فوق ناقص تحت يقطع، لو جاءت هنا الصفر هكذا غير الدالة معرفة عند هذه القيمة نقول يقطع، إلا أنه ب هنا جاءت أن الناقص اثنان غير معرفة عنده أصلا، إذن هذه هي كيفية دراسة وضعية منحني بالنسبة إلى مستقيم، هي دائما إشارة هذا الفرق في مجموعة التعريف اللي هي R ما عدا الناقص اثنان والناقص واحد هكذا. نأتي الآن إلى السؤال الذي بعده، قال احسب F فتحة واستنتج تغيرات دالة F وشكل جدول تغيراتها. نعم، هنا بكل بساطة إذا نبدأ، قال حساب إذا حساب F فتحة لإكس، هنا أبنائي كما تعلمون أنها دالة تناظرية، يعني كيف؟ أنها كسرية يعني كسر، وتعرفون أن قاعدة مشتق دالة كسرية اللي هو U على V المشتق يساوي قانونه ماذا يساوي؟ مشتق البسطي U مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع، هذه هي القانون العام لمشتق دالة تناظرية. إذا نكتب كذلك، ها هو هي الدالة تشبهها مباشرة، تصبح F ل X يساوي بكل بساطة تابع هكذا على المقام، لا تنسوا أولا على المقام مربع، نأتي إلى هذا المقام ونقوم بتربيعه اللي هو x مربع زائد 3x زائد 2 الكل مربع، ومن بعد مشتق البسط كم؟ 3، لاحظوا 3 في هذا ينزل تصبح في 2 في x، بما أن قوة 2 يصبح قوة 1 يعني تصبح 6x زائد 9 لأن هذا يذهب إلى الصفر في المقام اللي هو x مربع زائد 3x زائد 2 ناقص، أنا أطبق هنا في هذه القاعدة مشتق المقام هو ماذا؟ مشتق المقام هو 2x زائد 3 في ماذا؟ في البسط اللي هو 3x مربع زائد 9x زائد 7 هكذا، نكمل تصبح f لx يساوي. الآن نبدأ بعملية النشر، المقام يبقى كما هو x مربع زائد 3x زائد 2 كل مربع، هذا في هذا كم؟ تعطي لكم 6x هو 3 وهذا في هذا زائد 18x مربع، وهذا في هذا كم؟ زائد 12x، ثم هذا في هذا يعطي لكم كم؟ زائد 9x مربع، ثم هذا في هذا تابعوا أرجوكم حتى تعلموا زائد 27x، ثم هذا في هذا كم؟ كم يعطينا؟ يعطينا زائد 18 ناقص
نكمل الآن النشر مع الجزء الثاني. تابعوا أبنائي حتى تتعلموا، لأن هذه الأمور هامة عليكم بتعلمها، كما يمكن أنك تستغلوا العبارة الثانية للدالة. أنا استغلت العبارة الأولى، لاحظوا جيدا، إلا أني سأدخل الناقص مباشرة. عندكم هذا في هذا كم؟ يصبح 6x قوة 3، مع الناقص يصبح الناقص 6x قوة 3. عندي كذلك هذا مع هذا كم؟ يعطي لكم 18 x ناقص 18 x مربع. عندي كذلك هذا مع هذا كم؟ يعطي لكم 14 x ناقص 14 x. عندي هذا مع هذا يعطيناكم 9 x مربع، يعني ناقص 9 x مربع. عندي هذا مع هذا يعطي لكم 27 x، يعني ناقص 27 x. وعندي هذا مع هذا زائد يصبح مع الناقص مع ناقص يصبح ناقص 1. تابعوا، ناقص 21 هكذا. الآن فيه أشياء ستختزل، عندي هذا يختزل مع هذا، وعندي هذا يختزل مع هذا، وعندي هذا اختزل مع هذا. يبقى لنا ماذا؟ لاحظوا جيدا، تصبح تساوي نقطة نقطة حتى نتوصل إلى هذه الأمور. تصبح ماذا؟ المقام يبقى كما هو، اللي هو x مربع زائد 3x زائد 2. كم بقي لنا؟ بقيت لنا أنها معادلة من درجة الأولى. عندي هذا مع هذا، هذا يختزل كذلك مع هذا، عفوا. تبقى لنا هذه مع هذه، اللي هي ناقص 2x، إذا ذهبت. ماذا بقي لنا؟ بقي لنا هذا العدد مع هذا العدد، كم؟ يعطينا ناقص 3. إذا هذا ما تبقى لنا في هذه المشتقة فقط، لأن 18 ناقص 21 تعطينا ناقص 3، وعندنا كذلك 12 مع 14 تعطينا ناقص 2 كما تلاحظون. إذا هذه هي المشتقة التي توصلنا إليها بكل بساطة. فإن إشارة الآن، استنتج الإشارة، استنتج التغيرات، يعني التغيرات هي ما هي إشارة هذه العبارة اللي هي f فتحة لx هي التي تعين لنا. إلا أن يا أبنائي هذه كيف هي؟ مربعة، يعني تصبح موجبة. فإن إشارة هذه العبارة من إشارة البسط هذا. نقول سنكمل من هنا حتى، تابعوا أرجوكم نقطة بنقطة حتى تتعلموا هذه الأشياء الهامة في الدوال. إذا هنا نعيد كتابة المشتقة هنا حتى تظهر لنا جليا. تصبح f ل f فتحة ل x تساوي لنا ناقص 2x ناقص 3 على x مربع زائد 3x زائد 2 الكل مربع. تصبح f فتحة ل x تساوي الصفر. ماذا معناه؟ ناقص 2x زائد 3، عفوا ناقص 3، اعذروني إن وجدت بعض الخطأ، تساوي الصفر. هذا ينقل إلى هنا، تصبح 2 ناقص 2x يساوي 3، بما أن هذا في، يعني يذهب إلى المقام، يصبح x يساوي 3 على ناقص 2، وتعطي لنا ناقص 3 على 2. إذا المشتقة يا أبنائي عند ماذا تنعدم؟ تنعدم المشتقة عند الناقص 3 على 2. آتي إلى جدول إشارة، منه جدول إشارة f فتحة لx. في جدول الإشارة هنا أبنائي هو الذي يعين لنا كل تغيرات الدالة. نعين جدول هكذا، يعني هنا جدول الإشارة، سطر عليه. إذا هكذا عندنا كذلك هذا الأمر. تابعوا أرجوكم حتى تتعلموا هكذا. هنا عندنا ماذا؟ عندنا x الدالة غير معرفة من الناقص، هي معرفة من الناقص 2، من الناقص من النهاية إلى غاية الناقص 2، ومن الناقص 1 إلى غاية زائد ما لا نهاية. هذا هو الأمر الهام، هذا أمر هام جدا. هكذا ركزوا معي. الآن
عبارة التي تعدم مشتقها ها هي، اللي هي ناقص 2x ناقص 3 تعدم عند ماذا؟ عند ناقص 3 على 2، يعني ناقص 1 ونصف. ها هي ناقص 3 على 2 هنا تنعدم. ركزوا معي، هذه العبارة، هذه القيم غير معرفة عندها الدالة أصلا. هذه القيم الدالة غير معرفة أصلا، يعني هنا هكذا يمكن أن نجعلها هنا كما تلاحظ، لأن هنا لا يهم أن نجعل إلا خط هكذا، لأن لا تهم في مجموعة التعريف. مجموعة التعريف أنها هنا، هنا نكتب f فتحة لx. إشارة هذه العبارة ها هي، هي من المعادلة من الدرجة الأولى، هنا تصبح عكس نفس، لأن الأ سالب يا أبنائي. إذا ماذا يمكن أن نقول؟ نقول هنا زائد نفسها، هنا تنعدم المشتقة، لاحظوا، وهنا تبقى زائد، وهنا ناقص، وهنا ناقص، هذه هي المشتقة. تغيرات الدالة مماذا ينتج؟ ينتج من هذا الجدول. نقول استنتاج الآن، استنتاج تغيرات الدالة، كيف اسمها؟ F. في استنتاج تغيرات في مكان الزائد نقول متزايدة، وفي مكان الناقص نقول متناقصة فقط. نقول الدالة F متزايدة على المجال، أيهم مجال؟ من غاية هذا المكان وهذا المكان، يعني تصبح من ناقص ما لا نهاية إلى ماذا؟ إلى الناقص 2، اتحاد من ناقص 2 إلى ماذا؟ إلى الناقص 3 على 2 مغلوق. هنا يفتح لأن الدالة غير معرفة، احذروا عند الناقص 2. ونقول كذلك الدالة F متناقصة على المجال، ما هو المجال؟ المجال هو من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، يعني من ناقص 3 على 2 إلى غاية الناقص 1 مفتوح، اتحاد من الناقص 1 إلى غاية زائد ما لا نهاية، مفتوح عند الناقص 1 لأن قلت الدالة غير معرفة. فيكم من يقول يا أستاذ ولو نجعلها متناقصة من هنا إلى هنا؟ لا يمكن، أن هنا الدالة غير معرفة، احذروا من هذه الأمور. الآن نشكل جدول التغيرات. جدول التغيرات هو تتمة لجدول الإشارة. في جدول التغيرات أبنائي هنا، إذا نأتي الآن إلى جدول التغيرات للدالة F. نأتي الآن بالمسطرة هكذا ونقوم بعملية الملء نقطة بنقطة، ونجعل الجدول متسع فيه حتى يكفينا بكتابة مريحة جدا هكذا. عندنا هذا مكان المشتقة هكذا، هنا نقول x من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الناقص 2، ومن الناقص 1 إلى غاية زائد ما لا نهاية، هذا الأمر الأول. هنا المشتقة f فتحة ل x تنعدم عند الناقص 3 على 2 هكذا. الدالة غير معرفة عند ماذا؟ الدالة غير معرفة يا أبنائي عند الناقص 2 والناقص 1 هكذا. تابعوا جيدا حتى تتعلموا هكذا. ركزوا هكذا، قلنا هنا زائد، وهنا زائد، وهنا ناقص، وهنا ناقص، هنا تصبح هكذا، ركزوا فقط هكذا أبنائي، وهنا هكذا، ثم هنا هكذا. بهذه الطريقة، وهنا نكتب f لـ x،
هنا وجدنا الثلاثة لو تتذكروا، وجدنا هنا ثلاثة، وجدنا هنا زائد ما لا نهاية، وجدنا هنا الناقص ما لا نهاية، وجدنا هنا ناقص كذلك ما لا نهاية، ووجدنا هنا زائد ما لا نهاية، ووجدنا هنا الثلاثة. تبقى لنا هذه القيمة علينا أن نحسبها، علينا أن نحسب هذه القيمة اللي هي آف لين ناقص ثلاثة على اثنان، نحسبها من الدالة. تعالوا نقوم بحسابها هنا، آف لي ناقص ثلاثة على اثنان تساوي لنا، نستعمل العبارة الثانية للدالة، تصبح ثلاثة زائد واحد على ناقص ثلاثة على اثنان زائد واحد في ناقص ثلاثة على اثنان زائد اثنان تساوي لنا ثلاثة زائد واحد على، هنا لو نوحد المقامات، هنا اثنان، هنا اثنان، هنا اثنان، هنا أربعة، ماذا تصبح لكم؟ تابعوا أرجوكم، تصبح تساوي لنا ثلاثة زائد واحد على ثلاثة، تعطي لنا ناقص واحد على اثنان، وهنا تعطي لنا واحد على اثنان. لماذا؟ أن هنا لو نلاحظ جيدا، لما قلنا بتوحيد المقامات أعطيت لنا ناقص واحد على اثنان، وهنا ثلاثة ناقص أربعة ناقص ثلاثة تعطينا واحد، البسط في البسط والمقام في المقام هنا كما تلاحظون، تعطي لنا ثلاثة زائد واحد على ماذا؟ على ماذا؟ البسط في البسط والمقام تعطينا ناقص واحد على أربعة، هذا يقلب تصبح تساوي لنا ثلاثة ناقص أربعة وتعطينا ناقص واحد. إذن العبارة التي تنتج هنا تعطي لنا ناقص واحد، هذا هو جدول إشارة الدالة F بأبسط الأمور. إذن هذه هي جدول إشارة، سنقوم بإكماله هكذا بطريقة سليمة جدا حتى يكون منظم هكذا. تابعوا أرجوكم حتى تعلموا أبنائي هذه الأمور هكذا. هنا الدالة غير قلنا غير معرفة هكذا حتى يظهر أن الدالة غير معرفة في هذه الأمكنة هكذا. نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعده، قال بين أنه من أجل كل فإن، وماذا يستنتج؟ لاحظوا جيدا، لاحظوا إلى هذه العبارة جيدا. هنا المقصد من هذا السؤال يا أبنائي، لما قال ماذا تستنتج، عندنا قانون، أولا سنقوم بالحساب ثم تلاحظوا ماذا يمكن أن نستنتج من خلال هذه العبارة. إذن نقول البرهان أن F لي ناقص ثلاثة ناقص X يساوي لنا F لي X. نستعمل العبارة الثانية لأنها بسيطة، يمكنكم أن تستعملوا العبارة الأولى، تصبح لاحظوا جيدا هنا عندنا X، لاحظوا هنا في بين القوس ماذا أصبح؟ أصبحت كل هذه العبارة في مكان الإكس، أصبحت كل، يعني في هنا نعوض هنا بهذه القيمة وهنا بهذه القيمة، يعني نعوض بناقص إكس ناقص ناقص ثلاثة ناقص إكس، وهنا كذلك، وعلينا أن نجد نفس العبارة اللي هي إف لإكس اللي هي الدالة. تعالوا نعوض، تصبح إف لي ناقص ثلاثة ناقص إكس تساوي لنا ثلاثة زائد واحد هكذا. تعالوا تصبح هكذا ناقص ثلاثة، سأكتبها بلون مغير حتى تفهموا، ناقص ثلاثة ناقص إكس زائد واحد في ناقص ثلاثة ناقص إكس زائد اثنان، في مكان الإكس عوضنا هذه القيمة، لاحظوا جيدا أبنائي، لاحظ تصبح تساوي ثلاثة زائد، تابعوا جيدا أبنائي حتى
تتعلم تصبح ماذا؟ تصبح هكذا واحد على هنا لما نكمل الحساب كم؟ تصبح ناقص إكس ناقص اثنان، وهنا ناقص إكس ناقص واحد. تعالوا نستخرج الناقص من هذه العبارة ومن هذه العبارة، ماذا يعطي لكم؟ يعطي لكم ثلاثة زائد، ركزوا فقط، زائد ماذا؟ زائد واحد. نستخرج من هنا ناقص، تصبح ناقص واحد في إكس زائد اثنان، وهنا نستخرج كذلك ناقص واحد في إكس زائد واحد. الناقص هذا ناقص واحد في ناقص واحد ماذا يعطي لنا؟ واحد، وتصبح هي نفسها أبنائي تابع تساوي ماذا؟ تساوي ثلاثة زائد واحد على إكس زائد واحد في إكس زائد اثنان، وتساوي f لإكس كما طلب منا. وهذه العبارة هي نفسها هذه العبارة أبنائي، هي نفسها، قلت هذه العبارة نكمل المسير، هي نفسها هذه. الآن قمنا بعملية المساواة، الآن ماذا يمكن أن نستنتج؟ نستنتج شيء هو اللي هو محور التناظر، محور التناظر. عندنا قانون محور التناظر ماذا يقول؟ يقول هكذا أبنائي، f ل 2a ناقص x يساوي ماذا؟ يساوي f ل x. لاحظوا، يعني هنا 2a ناقص x يساوي لنا f ل x، حيث يصبح حيث x يساوي a هو محور تناظر لسي. يعني هنا في هذا المثال كم يكون يا ترى؟ لو نأتي الآن ونطابق هذا القانون، ركزوا معي، مع هذا الشيء الذي كنا نحسبه فيه اللي هو f، عفوا تابعوا أرجوكم، f لناقص ثلاثة ناقص x يساوي f لx. تعالوا نساوي نطابق بينهما. لو نطابق f لx تساوي f لx ناقص x يساوي ناقص x، 2a يساوي ماذا؟ ناقص ثلاثة. a كم يصبح؟ يساوي ناقص ثلاثة على اثنان. إذن x يساوي ناقص ثلاثة على اثنان محور تناظر. هذا هو التفسير البياني لهذه العبارة التي قمنا بها. إذا x يساوي ناقص ثلاثة على اثنان هو ماذا؟ هو محور تناظر لسي اف، أكيد للمنحني سي اف أو للمنحني سي. إذا هذا هو قانون محور تناظر، كما يوجد لنا قانون كذلك اللي هو قانون ما هو؟ قانون مركز التناظر. قانون مركز التناظر ماذا يقول؟ يقول f ل 2a ناقص x زائد f ل x يساوي 2b، حيث هنا إذا قلنا أوميجا ذات المركبات a و b والإحداثيات، هذا هو مركز التناظر، حيث لما نعوض هنا ونعوض هنا نجد هذه العبارة تساوي هذه العبارة. هذا مركز التناظر، هنا المركز يسمى كنقطة ونقطة، أما محور التناظر لا، هو عبارة عن مستقيم، هذا عبارة عن مستقيم عمودي هكذا. الآن نكمل مع بقية الأسئلة، أنشئ المنحني سي والمستقيمات المنقاربة. هنا علينا أن نركز جيدا في عملية الإنشاء. إذا في عملية الإنشاء أبنائي هنا علينا أن نستعمل اللي هو كل ما هو موجود في جدول التغيرات، كل ما هو موجود في جدول تغييراتنا. اولا لعمليه الانشاء دائما اعلم ابنائي هو تعيين المستقيمات اولا المقاربه، تعيين المستقيمات المقاربه. عندنا ها هو واحد فيهم اللي هو المستقيم كم؟ ايغريك يساوي ثلاثة، اذا ايغريك هنا واحد، ها هو الواحد، الاثنان،
الثلاثة. إذن إجراج يساوي الثلاثة، ها هو مستقيم إجراج يساوي ثلاثة، هذا هو إجراج يساوي ثلاثة. عندنا كذلك إكس يساوي الناقص اثنان، إكس يساوي لنا الناقص اثنان، ها هي الناقص اثنان، ها هي الناقص اثنان. وعندنا إكس يساوي لنا ناقص واحد، ها هو الناقص واحد. هذه هي المستقيمات المقاربة، إكس يساوي ناقص اثنان وإكس يساوي ناقص واحد. إكس قلت يساوي الناقص، هنا إكس يساوي ناقص واحد، هذه المستقيمات المقاربة. عندنا لاحظوا جيدا، نبدأ عندنا وعندنا قيمة حدية، ها هي قيمها اللي هي الناقص ثلاثة على اثنان، ناقص ثلاثة على اثنان هي ناقص واحد ونصف، ها هو الإكس ناقص واحد ونصف مع ماذا؟ مع الناقص واحد. هذه قيمة حدية، كيف نسميها؟ قيمة حدية عظمى، قيمة حدية عظمى، يعني هكذا. الآن نبدأ بالرسم مباشرة، لاحظوا إكس كم؟ هنا هذه قيم إكس، وهذه قيم إيكراك، وهذه الإشارات، اصعد أم تنزل؟ إكس يؤول إكس ناقص ناقص ما لا نهاية، ها هو الإكس عند ناقص ما لا نهاية. الإيكراك كم يكون؟ يكون ثلاثة، الإيكراك يكون ثلاثة هنا، لاحظوا، ثم يبدأ مع مراعاة ماذا؟ محور التناظر، نسينا محور التناظر، ها هو محور التناظر يا أبناء الذي قمنا ببرهنته، معناه المنحني يأتي متناظر بالنسبة إلى هذا المحور مهما كان، هذا هو المحور. إكس يساوي ناقص ثلاثة على اثنان، ناقص ثلاثة على اثنان. إذن هنا كيف؟ بكل بساطة لاحظوا، ها هو يقوم بعملية الصعود إلى هذا الجدار اللي هو إيكراك يساوي لنا إكس يساوي ناقص اثنان، بكل بساطة معناه هكذا، هكذا عفوا، هكذا يا أبناء يتم الرسم، هكذا بأبسط الطرق، هكذا مستقيم مقارب، هنا يصبح يزيد هكذا في هذا الفرع. نأتي الآن إلى هذا الفرع، لاحظوا إنه جبل، إنه جبل، ها هو جبل. الإكس هذا والإيكراك هذا، يعني بكل بساطة يصبح هكذا، ها هو الجبل، عفوا هنا يجب أن يكون المكان غير ضيق جدا، هكذا فقط. عندنا كذلك هذا يأتيكم بهذه الطريقة، ركزوا فقط الأمور بسيطة جدا، وتأتي متناظرة، هذا يأتي متناظر بالنسبة إلى هذا فقط. إذن الرسم يعني بكل سنعيده بحجم كبير، إذن ها هو الرسم، هذا الفرع الأول، الفرع الثاني، والفرع الثالث، هذا هو رسم ماذا؟ الدالة F، يعني منحناها بكل بساطة، يأتي متناظر بالنسبة إلى هذا ال نعم. الآن لو طلب مني وقال لتكن جي لي إكس تساوي لنا القيمة المطلقة لإف لإكس، وقال بدون دراسة الدالة جي أرسم سي جي، لاحظوا أبنائي هنا بكل بساطة، هنا العبارة تأخذ قيمتان، نقول جي لي إكس يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا عبارة يساوي لنا اف لإكس لما اف لإكس تكون أكبر أو يساوي الصفر، كما تساوي لنا ناقص اف لإكس، لأن قيمة مطلقة تأخذ قيمتان يا إما موجبة يا إما سالبة، لما اف لإكس أقل تمام الصفر أقل أو يساوي الصفر، هكذا. هذا في هذا المجال اللي هنا فوق، يعني هذه تقرأ فوق محور الفواصل، هذه فوق محور الفواصل، يعني منحنى في محور الفواصل يبقى نفسه، إذا هذا يبقى كما هو تابعه في هذه الجهة فوق محور الفواصل، لأن محور الفواصل ها هو أمامكم، ها هو محور الفواصل أبنائي، ركزوا معي بكل بساطة، إذا هنا يبقى نفسه. الآن هنا في هذا الفرع يعني
يكون العبارة عبارة الدالة ها هو الدالة تضرب في الناقص، يعني ولكن هنا تحت محور الفواصل، تحت محور الفواصل كل القيم التي تكون تحت الفواصل نضربها في الناقص تصبح ماذا؟ زائد، لأن القيمة المطلقة كل قيمها كيف هي؟ هي زائد. إذا بكل بساطة يناظر، يعني يصبح في هذا المكان ويناظر هكذا، هذا هو المنحنى، منحنى جي الذي هو يظهر ب، سأظهره بلون مغاير حتى تتعلموا، ها هو، لاحظوا أبنائي، ها هو الدالة، منحنى الدالة جي، هذا هو منحنى الدالة جي التي تساوي القيمة المطلقة لإف، ومنحنى الدالة إف ويظهر باللون، قلت باللون الأخضر اللي هو هذا وهذا وهذا الذي أمامكم. هكذا قمنا بدراسة شاملة لهذه الدالة وهي رائعة، تتعلمون من خلالها كيفية رسم براهين وحساب النهايات. وفي الأخير أتمنى أن يعجبكم الشرح، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو ليصلكم جديدنا باستمرار أبنائي، كما لا تنسونا يعني هو اللي هو صفحة الفيسبوك. وإذا ها هي الدالة في الأول، إذا هذه هي عبارة الدالة، قمت بجعل سؤال آخر اللي هو القيمة المطلقة فقط، ولا تنسونا بالدعاء أرجوكم حتى نكمل معكم المسير، وجزاكم الله خيرا أبنائي، وشكرا.